استقبال هذه الصورة تبين بعض قادة الجزائريين يتصدرون هذه الصورة حين كانوا في ولاية المغرب قرب مدينة وجدان، وبطبيعة الحال يأخذون أشياء كثيرة في هذا المجال. وهنا فإذا المغرب عمل على دعم هذا البلد المجاور منذ القديم بشتى الوسائل، ولعل العديد منا لا يعرف بعض الوثائق في هذا المجال التي سأقف عندها. مثلا عندما نقف عند هذا الخطوط الذي هو عن دولة ابن هشام، اكتساب دولة ابن هشام، حين يجد هنا يقول: فجاءوا إلى داخل المغرب فانتشروا في جميع بلاد المغرب، وأكثرهم كان بفاس، وجاء معه بنو عامر الذين كانوا بين تلسان ووهران، أخلوا بلادهم فرارا من جور الأتراك. وسبب مجيء أهل تلسان وبني عامر أنه لما جارت الترك عليهم ومدوا فيه يد النهي والاغتصاب استجابوا بأمير المؤمنين أبي الربيع وبايعوه. إذن معناه قراءة الخطوطات أساسية في هذا المجال، وأن من يريد أن يقدم حججا في هذا المجال ليرجع إلى هذا التراث الذي ذكره أخي سابقا فيما يخص هذا المجال. كذلك هنا يجد هذه الشهادة التي قد قدمت في هذا الكتاب الفرنسي، حيث يقول: الموجة الأولى تبدأ سنة 1800 لمؤحب أن مقاومة الشعب الجزائري للاستعمار والاحتلال العسكري تسببت في هجرات جماعية. وهنا نلاحظ هنا بالنسبة للهجرات الجماعية التي تتكلم عنها هذه الوثيقة ما بين سنتين 1830 و 1911. إضافة إلى هذا أنه حين دخل الجزائر هنا إلى المغرب احتضنه السلطان بن عبد الرحمن، وهذا الاحتضان يظهر لنا من خلال هذه الوثيقة التي يقول فيها: فقد بلغنا أن أهل الجزائر الذين يريدون منهار دار الله ودار الإسلام فيهم البحرية والطبجية المدفعية والعارفون بصنعة البوبة والكورة والمدافع والمهارس، فبوصول كتابنا هذا إليه اختبره وضع كل فريق إلى أهل خطته وعلمنا بهم، فإنهم إن أهملوا بقوا عرضة للضياع ولا بد وفقك الله بالسلام. إن هذا يدل على الاحتضان والإدماج الذي تم من طرفها، وكان هناك خطوطات كثيرة أتوقف عليها في هذا المجال لا داعي لذكرها الآن في هذه المناسبة. هناك اعتداء الأسرار على عدد السلطان سي محمد عبد الله. سنلاحظ هنا أن أبو القاسم الزياني في كتاب الروضة السليمانية يقول: فامتنع أهل الجزائر من الفداء، أي امتنعوا عن فداء أسرارهم، والذي افتداه هو السلطان سي محمد عبد الله. فتفش غريب. إضافة إلى شيء آخر وهو استنجاد عبد القادر الجزائري. هذه الرسالة المخطوطة بخط يديه يقول عن السلطان مولاي عبد الرحمن: ملاذنا وعمدتنا وقاطبة أهل الإسلام. إذا لاحظوا معي كيف يستنجد بالسلطان مولاي عبد الرحمن الذي كان جوابه في هذه الرسالة حين قال له الولد البار الأحدى المجاهد الأرض السيد عبد القادر بن محي الدين: أبدك الله بالعون باليقين. وهنا أقف عند كتبة جزائرية حين يقولون بأن المغاربة هم الذين سلموا عبد القادر للفرنسيين، كيف يعقل أن يكون هذا الخطاب من طرف السلطان بن عبد الرحمن ويسلمه الفرنسيين؟ مسألة أولى. وثانيا كيف يعقل أن يكون المغرب متشبثا بدعمه لعبد القادر إلا أن كانت معركة إسلي سنة 44 و 800 و 1000، ولم يلقى القبض على عبد القادر إلى سنة 47. وأظن أن لدى هؤلاء الجيران خلل في التاريخ لدرجة أنهم خلطوا بين القرون والسنوات، فقيل بأن جورج واشنطن أهدى مسدسات لعبد القادر، وجورج واشنطن كان في القرن 18 وعبد القادر كان في القرن 19. إذن أنهم انتظر هذا الفراغ هذا المجال. هناك مساعدات مقدمة، وكان هذا شيء كثير، وكان هذا موضوعي فقط لا انتهيت من هذه المحاضرة، ولكن أحاول أن أسرع أكثر. هنا لاحظوا معي هذا الدعم الذي هو عبارة عن أسلحة، حيث أن الكابيتان ديما قدم فيها الكتاب مجموعة من الأشياء، وهنا حولتها إلى هذه الخطوط لكي تتضح لكم الصورة حول هذا الموضوع، إما طبجية مدفعية أو قطع من الكون، مسدسات، سيوف بها محملة الذخيرة. لاحظوا معي كذلك
هناك طاهر بن السلطان لعبد الرحمن بن مصطفى بن اسماعيل الذي كان كمندوب للصلح بين عبد القادر وبين بعض المعارضين. بمكان ان يقوم المغرب بدعم المعارضين، المغرب لم يقوم يوما ما بدعم المعارضين في دوله من الدول، وانما كان دائما يعمل على جمع الشمل بين هذه الدول وكذلك فض النزاعات. بل هنا اقامه ايام تضامنيه، لاحظوا معي هذا اليوم التضامني الذي كان الدار البيضاء 61 بحضور الممثل الجزائري انذاك وكذلك حضور الملك الحسن الثاني رضي الله تعالى. فرحات عباس وضو فرحات عباس الذي كان في هذه المنصه. كذلك لاحظوا معي هذا الدعم الذي تم في الامم المتحده. لاحظوا ان بطل التحرير محمد الخامس رضي الله تعالى هو انبعاث امه الجزء الاول، وهذا ما اهم بنا ان نبعث الى تراسانانا رئيس دوله مدغشقر يطلب فيه ان يساعد المغرب للوقوف الى جانبه من اجل استقلال الجزائر. وهذا ما اهم بنا الى ان ندعو فخامته لكي تقف حكومته بجانب الجزائر المجاهده. اذا المغرب يطلب من الدول الوقوف الى جانب الجزائر في الامم المتحده، فبدانا اليوم تقوم المهم انا لا ادخل في تفاصيل المجال ولكم انتم كيف يمكنكم ان هناك كذلك خطاب محمد الخامس معروف الذي قام اخي الكريم مخرج بوضعه في الفيلم بطبيعه الحال مشكورا، لان هذه وثيقه بطبيعه الحال لا تقدر بثمن، لا تقدر بثمن، وعلى اعلامنا ان يقوم بالترويج لها وبثها بين الفئه والاخرى. لماذا؟ لاقحام هؤلاء وجعلهم يخشون من المغرب لكونه سيفحمهم بهذه الوثائق الضروريه. هنا اقف عند مسائل اخرى ذكرت في الفيلم، وهنا ستلاحظون الاصل وهو جمهوريه قسطنطينه ذات الحكم الذاتي ثم منطقه التمثال ذات الحكم الذاتي الوسط بين الاقليم الفرنسي ومنطقه الجزائر وهران، هذه الفرنسيه والاخرى العربيه، وهو مختار ارسال المعروف الذي وقف ضد المغرب منددين في وقت لكل محاوله اتمه تربي الى جهه الثراء الوطني الشقيق. فالمغرب كان دائما وما زال مع الوحده، ولكن جيران والعياذ بالله له وجهه نظر اخرى، اتمنى ان يتغير. اضفت الى هذا ما ورد في اطلس جغرافي هو دعمكم الان، حيث ان مساحه الجزائر كانت 500,000 كيلومتر، لكن اليوم تقريبا 2 مليون كيلومتر. من اين اتى هذا؟ المغرب كان في هذا الاطلس نفسه كان مساحته تصل الى 800,000 كيلومتر، وحينما اردنا استرجاع ارضنا نعدنا باننا مستعمرون، وهذا نوع من الخلق في المجال التاريخي. اخيرا اقف عند الدعم المغربي للافارقه رغم تعرضه للتنافس الامبريالي، علما ان المغرب تعرض لتنافس امبريالي. وهنا نلاحظ ان الخطاب المالكي سنه 17 يؤكد على ان هذا النهج راسخ ووردنا عن اجدادنا، نواصل توطيده بكل ثقه واعتزاز، اي دعمنا للدول الافريقيه. وهنا دعم وحده الكونغو كما تلاحظون هنا في هذه الجريده المغربيه التي بعثت الى الكونغو، وهنا توشيح باتريس لوموبا وكذلك طابع باريدي يؤكد دعمنا للكونغو. اضافه الى هذا دعم كذلك نيلسون مانديلا مثلما ظهر في الفيلم مشكورا. اضافه الى هذا وذاك استضاف المغرب اول مؤتمر لحركات التحرير الراس الاخضر غينيا بيساو انغولا ساو تومي موزمبيق. اذا هذه الدول، لكن حينما سنجد بان هذه الدول تلقت هناك التكوين، فهناك منذ سنه 61 مدينه تازا كان هناك الفوج الرابع للمشاة عود اليه بالاشراف على مهام التكوين، ثم سنجد توفير كافه الامكانيات حيث ان هناك الاسلحه، اسلحه ثقيله مدى فعلها 81 ملم، ثم الرشاشات اضافه الى مساله اخرى، ثم هناك الدعم للبلدان العربيه الافريقيه مثل تونس ومصر والسودان، اضافه الى حركه التحرير الوطني بافريقيا الجنوبيه بزعامه نيلسون مانديلا، ثم الاستمراريه. والاستمرار نجدها في الخطاب الملكي السامي في افريقيا حين قال افريقيا قارتي الى ان يقول الروابط لم تنقطع قط، بل انها ظلت قويه كما ان الدول الافريقيه وجدنا دوما بجانبها. اذا سيستمر المغرب في دعم هذه الدول. والتساؤل الاخير مثلما اخي الكريم رغم انني لم اتصل به قبل ولم اعرف ما سيقوله، اقف هنا عند السؤال الاخير، لماذا فهل قامت الدول الافريقيه المدعمه من طرف المغرب بواجبها؟ هنا هذا التساؤل جعل موقفان مختلفان، هناك موقف ضد المغرب حيث تم طرد 45,000 اسره
لا لشيء إلا نجاح المسيرة الخضراء. ثم موقف آخر يتمثل فيها الطابع البريدي لغينيا، حيث تظهر الخريطة المغرب كاملة، وهذا الشيء فيه مفارقة، ولعل فيما يبدو بأنه من الأيام المقبلة أنه سيقع إن شاء الله الفراج، ونتمنى أن يقع الفراج في هذا المجال. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.